احتفل الآلاف من أبناء مدينة تعز في ساحة الحرية في مهرجان جماهيري خصص لتكريم 1000 من جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من فئة المبتورين والمعاقين. وفي الحفل الذي نظمته قيادة صوت الثورة ورابطة الجرحى، طالب الجرحى المسؤولين بالارتقاء بإنجازاتهم إلى مستوى التضحيات لإيجاد دولة تتناسب مع طموحات الشعب وأحلامه المشروعة. وشددت كلمة الرابطة على ما يعانيه الجرحى من إهمال وتهميش وغياب للبرامج العلاجية والرعاية الصحية التي تليق بجريح الوطن، مطالبا بحلول جذرية لقضيتهم. وثمن الجرحى جهود قائد المقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي راعي الفعالية على وقوفه مع قضية الجرحى ومعاناتهم وتضميد جراحاتهم في مثل هكذا مرحلة. إنهم جرحان البواسل الذين يحملون على رؤوسهم فيجان الفخار بما قدموا من تضحيات جسيمة وبما سبقهم إلى الجنة من أعضائهم المبتورة أو بما حلفته فيهم الإصابة من إعاقة دائمة وآلام مستمرة. وإننا إذ نعبر اليوم رمزيا عن تكريمهم فإننا نعلن أن لا أحد سوى الله يستطيع أن يوفيهم حقهم، غير أن أعظم الوفاء وأصدق التكريم أن ندشن اليوم مرحلة جديدة من الفعل الثوري. وهذه الفعالية التكريمية هي عبارة هي تعبير صادق عن الشعور بأهمية قضيتنا، ولا يسعنا إلى أن إلا تدمير هذه المبادرة واللفتة الإنسانية من قائد المقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المهلافي. وكما بدأنا بتدمير شكر كل الجهود المبذولة لخدمة قضيتنا، فإننا نؤكد أن الجميع يدرك حق ما يعانيه الجرحى من إهمال وتهميش وتفتيش، وما يفاوضوه من غياب البرامج العلاجية والرعاية الصحية التي تليق بجرحى الوطن، ومن داسوا على المنايا وواجهوا الحكومة في سبيل كرامة وعزة وطنه الحبيب. اليوم تم تكريم 1000 جريح من جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لمحافظة تعز، والذي قام بالمبادرة مجلس قيادة صوت الثورة بالتنسيق مع رابطة الجرحى في محافظة تعز وبدعم من مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي. هذه طبعا هذه اللفتة اللطيفة والكريمة من الشيخ حمود سعيد ومن مؤسسته هو دليل على أنه ينبغي أن نفي أن يكون يعتبر هذا اليوم يوم الوفاء لجرحانا الذين قدموا وضحوا بأعضاء من أجسادهم من أجل تعز ومن أجل كرامة تعز ومن أجل عرض تعز ومن أجل أمن تعز ومجتمع تعز.